مساء الخير سما. تفضل رامز الهوى لك. ضعنا في أجواء التحضيرات عشية انطلاق عملية الانتخابية للمغتربين. فقط سمر، ربما في الكويت ما عكر صفو هذه التحضيرات هي العاصفة الرملية القوية التي حلت ضيفا ثقيلا الليلة على الكويت أو ما يعرف هنا بالتوز. عدا ذلك كل الإجراءات والترتيبات التي تقوم بها السفارة اللبنانية كانت قد أنجزت. كان من المفترض أن نكون من السفارة ويكون معنا السفير مباشرة، لكن هذه العاصفة الرملية حالت دون وصولنا إلى السفارة. على كل حال الترتيبات باتت جاهزة، غدا منذ الساعة 7 صباحا ستفتح 5 أقلام اقتراع في سفارة الكويت ل15 دائرة. هناك قرابة 1900 مغترب تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات. هناك تعويل كبير على هذه الانتخابات، وإن ليست لن تكون يعني مؤثرة، لكن هي مهمة جدا نظرا لأنها أول مرة في تاريخ لبنان السياسي سيتمكن المغتربون من الاقتراع. قرابة 92 ألف تسجلوا في مختلف دول العالم. الكويت تعتبر ثالث أهم دولة عربية بعد السعودية والإمارات العربية بالأرقام، أي في السعودية هناك قرابة 5000، أما في الإمارات فهناك قرابة 3000، ومن بعد ذلك تأتي سلطنة عمان ومصر. أعود هنا للترتيبات. جميع الأحزاب اللبنانية كما في لبنان كذلك في الكويت سمر تعمل على المندوبين. غدا سيكون هناك مندوبين داخل السفارة لمختلف الأحزاب اللبنانية. اشترط القانون أن يكون المندوبين من المغتربين الذين تسجلوا هنا. واجهت بعض الأحزاب صعوبة نظرا إلى أن التسجيل أيضا انعكس على الأحزاب لأنها لم يكن لديها قناعة راسخة بأن هذه الانتخابات أو المغتربون سيشاركون في هذه الانتخابات، لذلك لم يتسجل الجميع. ولكن هناك عدد لا بأس به بالكويت. صناديق الاقتراع ستستمر على عكس لبنان حتى 10 مساء سمر، بعد أن ينتهي هذا النهار الطويل بإشراف من وزارة الخارجية وموظفي السفارة. النتائج أشير إلى أنها لن تصدر بعد انتهاء من الفرز، ولن أصلا تفرز الأقلام. نعم. سترسل هذه الصناديق إلى بيروت على أن يجري فرزها وتصدر النتائج بعد 6 أيار أو أيضا عشية 6 أيار مع أقلام لبنان. شكرا لك الزميل رامز القاضي، حدثتنا مباشرة من الكويت.